السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية الخاصة المستمرة من قناة الأيام الفضائية لعملية طوفان الأقصى وجميع نتائج هذه العملية. النتائج الإيجابية اللي مثل ما قلنا أنه تغيرت قواعد الاشتباك ومالت الكفة لمصلحة المقاومة الإسلامية في فلسطين، والأمور السلبية هو العنف والإرهاب الصهيوني المستمر. عوائل بأكملها أطفال نساء شيوخ رجال قضوا بالتفجيرات والقنابل والطائرات الصهيونية، وللأسف نشاهد مجتمع دولي ينظر بعين واحدة. مثل ما لاحظت قبل عدة أشهر لما صارت الأزمة الأوكرانية، قبل أكثر من سنة، المجتمع الدولي مال ميول كبير جدا لأوكرانيا على حساب الجانب الروسي، بحجة الإنسانية، بحجة أن روسيا هي المعتدية على أوكرانيا إلى آخره إلى آخره من هذه الأمور والأكاذيب اللي شبعنا منها. كل الأمور اللي صارت هي أكاذيب. احتلال العراق كذبة، ضرب ليبيا كذبة، حرب البوسنة وغيرها كذبة، احتلال فيتنام كذبة، وما زال المجتمع الدولي يجمل هذه أكاذيب من أجل مصلحة واحدة، هي مصلحة الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، ومصلحة أذناب هذا الشيطان وأوله الكيان الصهيوني المغتصب. مرت هذه الأيام بمآسي كبيرة على أهالي قطاع غزة من قتل وتهجير وغيرها من هذه الأمور. طبعا راح نناقش كل الأمور الآنية اللي قاعد تحصل. مثل ما تعرفون التغطيات الخاصة هي تناقش الأمور الآنية، الأخبار العاجلة اللي قاعد تصير، الردود الأفعال الأقليمية العربية الإسلامية والدولية الناقشة على هذا الموضوع. طبعا ضيوفنا الأكارم في الاستوديو الدكتور عبد الله رشيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد. أهلا بك دكتور. يا أهلا مرحبا أهلا. وأيضا عبر الإسكايب من لندن الأستاذ نجاح محمد علي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ نجاح. أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أبدأ مع الدكتور عبد الله. دكتور، الازدواجية الغربية، الازدواجية الأمريكية اللي صدعوا رؤوسنا بالإنسانية وبحقوق الإنسان، اليوم نشوفهم ناسين أو مو ناسين، يعرفون هذه الجرائم ودي يتابعون، والقنوات الأخبارية بعضها قاعد تنشر، السوشيال ميديا محترق اليوم على صور جثث الأطفال اللي قاعد نشاهدها يومية. ولكن اليوم خاصة اليوم الموقف الأمريكي الموقف البريطاني اللي دي يزور خط مباشر مع تل أبيب، نشاهد أعمى على الجرائم اللي قاعد تصير. شنو السبب؟ شنو السر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يفضل يعني قبل الخوض بنقطة الازدواجية المعايير الغربية، نعم، نقطة أخرى مهمة جدا وكثيرا ما يعني يتم تناولها أو تطرق لها في وسائل الإعلام، نعم، يراد بها تحريف الأمور أو يعني الأمور غير الحقيقية بهذا المجال، وهي أنه دائما يعني أنه أكفد لوم كل كبير على الفلسطينيين كونهم من كانوا من بدأوا بالنزاع في عملية طوفان الأقصى بالهجوم على الإسرائيليين، نعم، فإنه ما يحصل اليوم من جرائم وإبادة ويعني يعجز اللسان عن وصف ما يحصل اليوم، نعم، في غزة، فإنه هذا هو تبعات الهجوم على إسرائيل وتبعات القيام بهذه الأفعال أو هذه الأعمال. دكتور، ليش هي أصلاً قضية الفلسطينية عموماً هي قضية جديدة؟ اليوم هل هذه الجرائم اليوم؟ نعم نعم نعم. اليوم يعني صار لنا عشرة أيام شاهدنا الجرائم الصهيونية. نعم نعم نعم. من 48 وقبلها ديار ياسين. نعم نعم. هو هذا اللي أرد أقوله، إنه مهما كانت يعني مهما كان الحدث، إنه كان سواء كان الفلسطينيين هم من بدأ في الأمر أو بدأوا في النزاع أو لم يبدأوا، فإن يعني جميع من سقط من شهداء وجرحى، أضاف إلى الشهداء اللي يقدر عددهم أكثر من 1000 شهيد تحت الأنقاض إلى الآن لم يستطيع الوصول إليه، جميعهم يعني جميعهم إذا هؤلاء سوف يسقطون، لا يعني في لا محالة سوف يسقطون، سواء كان هم من بدأوا النزاع أو لم يبدأوا النزاع.
فعلى مر العقود استثمرت إسرائيل الدم أو استغلت إسرائيل الدم الإسرائيلي عفوا الدم الفلسطيني وتوظيفه في تصدير أزماتها الداخلية، حيث نشاهد أنه كلما كان هنالك أو اشتدت الأوضاع الداخلية والأزمات الداخلية داخل إسرائيل يلتجئون في تصدير هذه الأزمات من خلال قتل الفلسطيني وشن الحروب على غزة. فانه فاللي اريد اقوله بهاي النقطه انه الاسرائيلي العفو الفلسطينيين بداوا في هذا الامر او بداوا في هذا النزاع او لم يبداوا في هذا النزاع، فهذا العدد من الشهداء وهذا الاطفال النساء الشيوخ المدنيين كلهم سوف يسقطون سواء كان بداوا في النزاع او لم يبداوا. هاي نقطه. نعم استاذ، لازم نركز عليها بالمناسبه يعني نقطه. نعم. كلش اكيد اكيد راح ارجع معاك دكتور عبد الله، ولكن انتقل الى ضيفنا الاخر من لندن الأستاذ نجاح محمد علي. أجدد الترحيب بك أستاذ نجاح. حياك الله حبيبي. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك أستاذ نجاح. أريد أبدأ بأمر بما أنك في لندن الآن، اليوم شنو اللي يخلي رئيس وزراء بريطانيا يركب طيارته ومستعجل ويذهب إلى تل أبيب في ظل هذا الصراع؟ شنو سر هذه الزيارات المتواصلة من قادة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا؟ ليش المجتمع الدولي أو هذه الدول تنظر بعين واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وتحية للضيف الكريم وللمشاهدين والمشاهدات ولهذا الشعب الفلسطيني المظلوم و الذي يقاتل نيابة عن أحرار كل العالم. حضرتك ذكرت في البداية مفردة تغيير قواعد الاشتباك أو قواعد أو التوازن القوى. نعم. قبل أن أرد على سؤالك بالمباشر، هذه العملية باعتراف وسائل الإعلام الصهيونية وباعتراف قادة كبار في الكيان الصهيوني وصحفيين مشهورين مثل حايم ليفنسون وغيرهم قالوا أن هذه العملية التي يعني عملية طوفان الأقصى أسقطت وإلى الأبد معادلة التفوق العسكري. نعم. للكيان الصهيوني، التفوق العسكري وليس الردع. الآن أصبح الردع يعني معادلة توازن الرعب وليس توازن القوى. ويذكر هذا الكاتب حايم ليفنسون في صحيفة أرتس على سبيل المثال، هذا واحد من عشرات الصحفيين بين قوسين الإسرائيليين اللي تناولوا هذا الموضوع، قالوا عن هذه العملية الآن التي الانتقامية التي يقوم بها نتنياهو. نعم. باسم السيوف الحديدية، يقول هذه ليست سيوفا حديدية، هذه إسقاط السراويل، جعلت الكيان يعني إسرائيل. نعم. عاريا تماما. السراويل تعرف يعني شو ايه السراويل؟ ايه وصلت داخلية. نعم. فيما يتعلق أيضا بالمصطلح اللي يعني عرضته أمام العالم، يعني من نعم. هنا سأتيك إلى الجواب على سؤالك فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء وغيره. عرّت الجيش أمام العالم، عرّت الكيان الصهيوني أمام العالم، والآن هذا الكيان الصهيوني أنا أقول لك أنا صحفي استقصاء، يعني نعم. أنا أتحدث من خلال الاستقصاء، من خلال المعلومات ومن خلال المصادر ومن خلال التحقيقات هم يقومون بها وأنا أقوم بها وغيري يقوم بها. يقولون على هذا الأساس أن هذا الكيان الآن فقد التوازن، فجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا هي التي الآن تقود كل ما يجري في هذا الكيان، تقود العمليات العسكرية مباشرة، تقود العمليات السياسية والتصريحات التصريحات السياسية. يعني الرئيس الأمريكي مع أنه يعني بيعترف هسه حتى البارحة اعترف عندما تحدث عن موضوع الصاروخ أو مستشفى المعمداني. نعم. وقال بأنه يعني أنا كما رأيت فإن الصاروخ جاء من الطرف الآخر. بعدين من تسأل CNN تقول له شو بسرعة يعني أنتوا قررتوا أن الطرف الآخر هو الذي قصف مستشفى المعمداني، أنت شلون شفت؟ قال والله أنا وزارة الدفاع أعطتني تقارير. يعني هو ينفذ يعني يكرر ما تفعله الدولة العميقة سواء في الولايات المتحدة من نعم. مافيات كثيرة أو غيرها. نعم. أقول يحضر
اجتماع الكابينت يعني الاجتماع المصغر للحكومي الأمني. فالكيان الصهيوني الآن، الكيان الصهيوني مع، وهو يعني حتى اعترف البارحة بايدن قال لو لم يوجد، لم توجد إسرائيل لأوجدناها، يعني قاعدة متقدمة لحفظ المصالح الغربية والولايات المتحدة هي اللي تقودها. أما بالنسبة لبريطانيا هنا يعني زعيم حزب العمل العمال، عفوا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، يقول بريطانيا يعني يقول رئيس الوزراء البريطاني يحمل، حتى رسمت صحيفة الجارديان رسم كاريكاتيري الرئيس الأمريكي عامة، يعني الرئيس الأمريكي يمشي وخلفه رئيس الوزراء البريطاني يحمل حقيبته، يحمل حقيبته. وأكو صحيفة يعني رسمت رسما كاريكاتوريا أبشع ما أقوله، يعني مرعب، عن أنه يعني تصف بريطانيا بأنها الكلب الذي يتبع صاحبه هكذا. فهم حتى يعني طبعا بريطانيا قبل رئيس الوزراء وزير الخارجية ذهب مباشرة وأعلن عن دعمه وتأييده، نقف مع إسرائيل، الفرنسي نقف مع إسرائيل. هذه عبارة بدأت تتكرر وظلت تأخذ صداها الكبير، حتى أن هنا صحيفة الجارديان نعم انتقدت وزير الخارجية البريطاني، قالت أنت لا تعرف شيئا عما يجري، يعني شوية أوقفوا، يعني شوية على الأقل تريثوا، نقف مع إسرائيل، نقف مع إسرائيل، نقف. لأن إسرائيل هذا الكيان الغاصب نعم يعيش في ورطة، صدقني يعيش في ورطة حقيقية. أنت تعرف هنا فرضوا قيودا مشددة في بريطانيا نعم على المظاهرات، وكذلك الحال في كل دول الاتحاد الأوروبي، قيود. في فرنسا أصلا اللي يرفع علم العلم الفلسطيني سجن 7 سنوات، وزير العدل أوعز إلى المحاكم الفرنسية، كسروا الحظر وكسروا هذه أستاذ نجاح، أستاذ نجاح، هذه الازدواجية الغريبة، يعني لما يسمحون لشخص بمكان عام يحرق القرآن الكريم ويوفروا له الحماية، لا مو ازدواجية، لا مو ازدواجية، شنو هاي؟ لأنه هي هاي الديمقراطية وحقوق الإنسان، هاي صنفت فقط هنا للمجاميع محددة، هم مو لكلهم بالمناسبة، يعني في الغرب فقط وليس لدولنا. هذا كلام فاضي. بس أنا عندي ملاحظة إذا تأذن لي على موضوع كلمة النزاع اللي استخدمها فضيلة الدكتور. هو ماكو شيء اسمه نزاع، هذا الصراع وجود. بالعكس هم يريدون يروجون مصطلح مثل النزاع، مثل الخلاف الحدودي، أها، حتى تكون شرعيه لوجودهم. سابقا وارجو ان تاذن لي عذرا على على الاطاله، سابقا قبل هذه العمليه، قبل هذه العمليه انت تعرف الصراع هذا اللي كان هو بين العالم الاسلامي والكيان الصهيوني، حولوه الى الصراع العربي الاسرائيلي، بعدين حولوه الى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بعدين يعني بعد هذه الاتفاقات ابراهام وقبلها كامب ديفيد ووادي عربه واوسلو، حولوه إلى المسألة الإسرائيلية. يعني أكو مشكلة إسرائيلية يكون نحلها، مشكلة إسرائيل مو نعم مشكلة فلسطينية. الآن شو يقولون؟ فهمتك. يقولون الآن حتى في إعلامهم، انتبه، يعني حتى في إعلامهم الآن يقولون هاي العملية اللي هم مثل ما تفضلت يسمونها بالهجوم على إسرائيل، فإسرائيل من حقها أن تدافع. الآن يبررون يقولون إذن أعادت هذه العملية القضية الفلسطينية مجددا إلى الواجهة. ايش لازم نسوي؟ نعم. لازم نحلها. الحل شلون؟ حل الدولتين، يعني ايضا الاعتراف، ايضا الحفاظ على هذا يعني الكيان. تهدف الى انه مشروعيه الوجود الصهيوني، يعني هذه ممكن المصطلحات او الاحاديث. نرجع مع الدكتور. هم نعم. في الصحافه الغربيه استاذي الفاضل، هنا نعم. في الصحافه الغربيه اتفضل. كانه اكو تعليمات، يعني من يجي يعلق هسه قبل شوي كنت اقرا في الفورين افيرز مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية، أول ما يكتب لك كلمتين بعدين يحط العنوان الرئيسي، شنو الكلمتين؟ الهجوم على إسرائيل. هذا يزرعوه في العقل الأمريكي نعم. الغربي نعم أستاذ الأوروبي نجاح، أن هنالك هجوم على إسرائيل، فهذا الهجوم يقتضي رد فعل نعم. بحيث حتى الرئيس المصري مع كل الأسف يجي شي يقول بما انه يقولون من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، يقول هذا يعني هذا الدفاع عن فاق الحد، فاق التصور، هو مو دفاع، هي هو المقاومه. احنا في اعلامنا لازم هذا اللي نركز عليه، اتفضل. المقاومه رد فعل
وليست هجوما. نعم استاذ نجاح، راح في كل مكان راح ارجع لك، راح ارجع لك استاذ نجاح. رياكشن، نعم نعم، ردة فعل، فعل وردة فعل واكو رياكشن. نعم دكتور عبد الله، بما انه نستثمر اختصاصك بالاستاذ العلاقات الدوليه، اليوم العلاقه الدوليه يعني فرضا شو تفسر لما كانت هناك قمه يمكن رباعيه بين بايدن وملك عبد الله والسيسي وزعيم السلطه الفلسطينيه في رام الله والغيت؟ يعني حتى بعض الاخبار اللي طلعت هناك طائرات لبعض هؤلاء الرؤساء توصل الى عمان ورجعت. هل هناك خلاف؟ هل هناك ضغوطات اليوم على مصر انه يا مصر تعال يفتح المعبر وسكني اهالي غزه بصحراء سيناء؟ اكو اخبار طلعت من قيادي بحماس تقول انه الولايات المتحده الامريكيه عرضت على مصر تصفير الديون، واحنا نعرف شنو حجم الدين الخارجي لمصر، حجم كبير جدا. فشو تفسر اليوم اكو قمه اللغت الضغوطات على مصر؟ اشوف المتغير الاساسي بالغاء هذه القمه هو الحراك الشعبي الذي حصل في عدد من الدول العربيه التي كان ابرزها في عمان في الاردن ومحاوله اقتحام السفاره الاسرائيليه في بيروت، ايضا في بيروت كذلك ايضا محاوله اقتحام السفاره الامريكيه، لكن يعني كانت الابرز هي والذي سبق الغاء القمه هي كان في عمان. هذا الحراك الشعبي يعني صناع القرار في الدول العربيه المعنيه التي ذكرتها في الاردن ملك عبد الله، في مصر كذلك، في رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس، نعم. جميعهم كانوا معولين على انه يعني من الممكن ان ايجاد فد مخارج معينه لايقاف هذه الحرب التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين، ولكن اعتقد انه بعد وصولهم الى قناعه او فد ايعاز معين من قبل الامريكان ان هذه الحرب مستمره، ولذلك يعني واجهوا انه او اعتقدوا انه هذه القمه يعني لا فائده منها او لا فائده لعقدها، لذلك مع ضغط شعبي كل كبير كان كما ذكرنا. ف يعني اكيد لو يعني هذه القمه تمت كان سوف تكون يعني لها تاثير وصدى، ومع الفشل سوف يكون لها صدى كل كبير داخل. تتوقع دكتور عبد الله لو صايره القمه كان شنو تغير؟ شنو المحاور راح يتكلمون عليها؟ لن يتغير شيء سوى شيطنة المقاومة أو شيطنة الشعوب في حقها عن الدفاع عن نفسها فقط، لا أكثر ولا أقل. خلينا نتوقف دكتور عبد الله، عذرا نعم. للمقاطعة، يعني بحضور رئيس السلطة الفلسطينية رغم الخلاف مع حماس، نعم. وبحضور الملك عبد الله اللي يسمي نفسه حامل المقدسات الإسلامية، نعم. في القدس، نعم. وحضور مثلا السيسي اليوم، نعم. السيسي اللي مصر مشاركة بحروب يمكن ثلاثة ويا الكيان الصهيوني، نعم. معقولة لما يجتمعون يا بايدن يطلعون بقرارات شيطنة المقاومة الفلسطينية؟ أكيد يعني يعني ماكو شيء مستغرب، والدليل يعني نشاهد انه بلينكن وزير الخارجية الأمريكية يشيطن حماس وشبه حماس بداعش في كل من قطر، في إسرائيل، بين طبعا أكيد في إسرائيل بين مزدوجين، نعم. كذلك في مثل ما قلنا في قطر، في السعودية، في عمان، يعني بكل أريحية وبكل صلافة شيطنوا المقاومة الفلسطينية وشيطنوا كل من يدافع عن حقه وعن أرضه المغتصبة، نعم. سوف يصبح أرهابي في نظر الغرب. العفو، بس يعني اكو نقطه، تفضل يعني علق عليها السؤال للاستاذ نجاح، يعني سالته حول الزيارات المكوكيه الى اسرائيل، نعم. وتقديم الدعم المطلق وما شابه. دكتور هو الدكتور اللي وصل المستشار الالماني، نعم، المستشار الالماني جو بايدن رئيس الولايات المتحده، أكيد. الامريكيه، ورئيس الى وزراء خارجيه هذه الدول، اضافه الى وزير الدفاع الامريكي، نعم. اضافه الى انه ماكرون قريبا سوف ياتي الى اسرائيل. هذه يعني هذا التكاتف او يعني ان صح التعبير نسميها الوحده
الغربية اتجاه القضايا التي تمس مصالحهم السياسية، مصالحهم الجيوسياسية، فالشيء ملفت للانتباه. نعم، هذا أيضا يعني يرجع إلى عوامل ومتغيرات كثيرة، أبرزها هذه العوامل أو هذه المتغيرات، مع العلم أنه إحنا نعرف أنه أمريكا بعد تفردها بإدارة تفاعلات النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي، تفردت من النظام الدولي ولم ترجع إلى أي إلى شركائها، صارت قطبية واحدة. نعم، إلى شركائها الغربيين في اتخاذ القرارات الدولية، يعني مثل على سبيل المثال احتلال العراق، على الرغم من أنه في عام 2003 كانت هنالك معارضة كبيرة وشديدة داخل المعسكر الغربي، لكن رغم ذلك ضربتها عرض الحائط وسارت بمشروحة. كذلك أيضا نقطة يعني متغير آخر هو أنه ترامب تنصل على الاتفاق النووي 5+1 مع إيران، على الرغم من معارضة بقية أعضاء المعسكر الغربي، ولم يعيروا أهمية لأصواتهم. نقطة أخرى مهمة أيضا جدا هي تنصل ترامب عن التزامات الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية باريس للمناخ. نعم. لكن رغم ذلك بعد وصول بايدن إلى سدة الحكم تغيرت السياسة الأمريكية جذريا، فبدل من تفتيت المعسكر الغربي إن صح التعبير، محاولة أنه لملمت شمل هذا المعسكر ومحاولة توحيد صف هذا المعسكر. نعم. لمواجهة التحديات الجديدة، هذا راجع إلى عامل مهم جدا، واللي هو بفعل التحولات الهيكلية والتي تحصل في النظام الدولي. نعم. وصعود كثير من القوة الناشئة والدولية الإقليمية. صحيح. الصين، الهند، روسيا، البرازيل، على مستوى أيضا على مستوى المناطق الجغرافية الإقليمية، تركيا. نعم. إيران. نعم. إلى ما شابه. نعم دكتور. فهذا يعني وبحكم تراجع الإمكانيات والقدرات الأمريكية، تشعر أمريكا بالخطر، وصناع القرار في دهاليز السياسة يعلم جيدا أن لابد أن مواجهة هذه التحولات عن طريق التكاتف ما بين هذه الدول. نعم. أنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والاتحاد الأوروبي. نعم. لذلك نجد أنه ردة الفعل الغربية في أزمة أوكرانيا يتجسد بهذه الوحدة، وكذلك ردة الفعل اتجاه الهجوم الإسرائيلي على غزة أيضا، واللي يعني هو هذا التغيير مهم في الرجوع إلى أو هذه الزيارات المكوكية. نعم. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم دكتور عبد الله، تحدثنا على الدول اليوم والزيارات المستمرة للكيان الصهيوني من الدول الداعمة اللي لا خايفة لا مستحية تقول لك يا أبو أنا أدعم هذا الكيان. نعم. أنا معاه وداعمت العتب الكبير على خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية مصر العربية، هاي الأسامي الرنان اللي لما تسمعها الجيوش الاستعراضات عاصفة الحزم نصر 6 اكتوبر وغيرها من هذه المواضيع اكيد كلها ساكته. نرجع مع الاستاذ نجاح محمد علي. استاذ نجاح، امس يعني تقريبا اول زعيم او رئيس دوله يظهر على العلن وامام عدد الاف من جماهير كبيره وحاشده، كان الرئيس الجمهوريه الاسلاميه في ايران، وكانت هناك لمحة بخطابه، لمحة ثورية قوية جدا. هل سنشاهد إيران أو محور المقاومة سيدخل هذا الصراع وبقوة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال عذرني شوية، أقول أتفضل. يعني إضافة إلى ما ذكر فيما يتعلق بالقمة الرباعية المفترضة، أولا هو نفسه الرئيس الأمريكي كان يفترض أن يأتي إلى الأردن يعقد القمة وبعدين يروح إلى الكيان الصهيوني، فهو اللي تجاهلهم وذهب مباشرة إلى الكيان الصهيوني، وهذول هم شافوا نفسهم يعني مثل الأطرش بالزفة. هذه واحدة. اثنين، هي من هي الدول اللي تجتمع في هذه القمة؟ هي نفس الدول التي بدأت في التطبيع والتي نقلت هذا الصراع الوجودي إلى صراع حدودي بين دول وبين الكيان الصهيوني، وتركت حتى القضية الفلسطينية. نعم. مصر وقعت كامب ديفيد،
السلطة الفلسطينية بعدين وراها اجت ب 93 وقعت اوسلو. الأردن وقع معاهدة وادي عربة، هؤلاء مطبعون. فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ومصر وفي الفترة الأخيرة، أصلا مصر عفوا المملكة العربية السعودية كان يفترض أن توقع اتفاقية إبراهيم جديدة قبل هذه العملية، يعني قبل عملية طوفان الأقصى. وأنا أعتقد من خلال متابعاتي أيضا، وطبعا أشير فقط إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال في العام 2018 بالنص: نعم لولا المملكة العربية السعودية لكانت إسرائيل في مأزق كبير. هاي 2018، ما اها كان أكو هناك حكي عن إعلام تطبيع وغير ذلك. بل أزيدك من الشعر، بيتا: صفقة القرن خلفها ويدعمها كان محمد بن سلمان. والآن يراد، الآن وأنت تابع، الآن تابع كل التصريحات الرسمية بعد طوفان الأقصى وبعد المجازر الوحشية في غزة، يريدون يستثمرون بشكل كبير. هذا الذي يجري، يريدون يحولون هذا التهديد الخطير اللي أشار إليه الآن فضيلة الدكتور في قضية النظام الأحادي القطبي. هم صحيح الآن هذا الغرب يصطفوا خلف هذه العملية، يعني خلف الكيان الصهيوني تحديدا بحجة الدفاع المشروع، لأنهم يدافعون عن النظام أحادي القطبي الذي يشهد انهيارا وميوعة كبيرة بعد ما ذكره فضيلة الدكتور في قضية البرازيل، حتى قبل أن يأتي اليمين نعم والهند اللي اصطفت إلى إسرائيل، وبعدين راحوا عندنا عن مشروع هذا الطريق الذي يربط أوروبا بالشرق يمر نعم بآسيا عن طريق الكيان الصهيوني. السعودية والكيان، انتبه، السعودية والكيان الصهيوني الآن قاعد يركزوا لك على حل الدولتين. صح حتى روسيا بالمناسبة، حتى الصين بالمناسبة، الكل يقول لك يعني أنتم الآن قمتوا بكل هذه اتفاقيات التطبيع لكن تجاهلتوا القضية الفلسطينية. حتى أوسلو تجاهلت القضية الفلسطينية، حطوهم في أرض بسيطة وقعدوا بيفرضوا كل، باعتراف محمود عباس، لم يحقق ما يسمى نعم بالإسرائيليين أي شيء. 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية والمستوطنات على قدم وساق. فالآن يراد أن يعطى هذا حل الدولتين، يعني دولة في حدود 67، ومنو الزعيم اللي لازم يبرز؟ والان يدافع، والباحة شفتوا محمد بن سلمان متألم، صحيح الان سيبرز زعيم عربي جديد منو؟ يدافع عن القضية الفلسطينية في إطار التسوية الكاملة التي منو هو؟ تؤدي إلى التصفية. محمد بن سلمان اها التي تؤدي إلى ايش التصفية. عجب، ايش عجب ليش ما اختاروا محمد بن زايد؟ لا، لأن محمد بن سلمان هو قبلة المسلمين اها بيده، فقبلة المسلمين بإيده، وإذا وقع هذا التطبيع، وهو على فكرة هو التطبيع انتهى، يعني بس باقي تسويقه، يعني اتفاق بعد ما كل شيء، انتهى. وهاي العملية أنا أختلف مع من يقول بأن عملية طوفان الأقصى ألغت اتفاقية التطبيع السعودي الإسرائيلي. لا لا، هسه يريدون، هي نعم هي تريد أن تلغيها، وهو هم العدو يريد أن يحييها من جديد، صحيح ويجب العمل بشكل كبير على إجهاض هذا المشروع. أما بالنسبة للموضوع الإيراني، وهذا سؤال يتكرر دائما، وأقول لك مع الأسف، يعني طبعا لا أقصد حضرتك، أقول لك أن الغرب تحديدا والكيان الصهيوني ووسائل الإعلام الغربية هي التي تسوق مثل هذه الأسئلة، ووسائل إعلام عربية رديفة مثل الجزيرة والعربية وغيرها، وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا التركيز وين إيران وليش ما تتدخل إيران ومتى ستدخل إيران وأين هو حزب الله، وتعال شوف أنت في وسائل التواصل صحيح الاجتماعي، صحيح مع أنه إيران منخرطة منذ البداية، يعني منذ الثورة الإسلامية ولحد يومك هذا إيران منخرطة. نعم كانت استاذ نجاح، إيران. ولكن لدي الان اتصال هاتفي، خلي ايضا نرحب بالاستاذ انس الشامي من سوريا المحلل السياسي. اهلا بك استاذ انس. استاذ انس أسعد تسمعني؟ الله أوقاتك أخي الكريم وللأخوة المشاهدين بكل خير. نعم. أستاذ أنس،
اليوم أريد عذرا أنه راح أسألك ممكن سؤال يمسك أنت شخصيا. اليوم أنت كشخص كسوري عربي مسلم لما تشاهد هذه المجازر يوميا، اليوم شنو ردة فعلك؟ اليوم كيف تشاهد هذا اليوم المجازر الوحشية خاصة بحق الأطفال المستمرة؟ اليوم أريد ردة فعل اليوم الشارع السوري على هذا الموضوع، وأنتم اليوم القريبون على الحدود، اليوم القريبون وأيضا مختصة منكم أرض مهمة جدا الجولان. اليوم بعد عملية طوفان الأقصى، هل عاد لكم الأمل بتحرير هذه المنطقة؟ بداية الرحمة للشهداء، شفاء العاجل للجرحى. أخي الكريم، مما لا شك فيه هذا الصمت العربي الرسمي الرهيب المخزي ينبيك عن حالة الخنوع التي وصل إليها معظم حكام العرب وللأسف الشديد. أما إن كنت تسألني عن موقف الشعوب، أنا أقول وبملء فمي قد تصبر الشعوب لكن لحظة الثأر ذلك الطوفان. مما لا شك في هذه الجرائم التي ترتكب جهارا نهارا على أعين البشر بكل أطيافهم وألوانهم، وهذا الصمت الدولي الرهيب حول ذلك إنما ينبيك أن وراء الأكمة ما وراءها. لكن نحن كشعوب مؤمنة وشعوب مقاومة، أعني امتداد هذه الشعوب أو هذا المحور المقاوم من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت حزب الله، لا بد من أن تثمر هذه الضغوط عن ثورة حقيقية تفضي بالنهاية إلى إنهاء هذا الاحتلال، لأننا نؤمن ويقيننا بالله أنهم سيهزمون إن لم يكن اليوم فغدا لناظره قريب. نعم أستاذ أنس، توقعاتكم من خلال اليوم خبرتكم بالتحليل السياسي، توقعاتكم للأيام القادمة، هل سيستمر العنف والإرهاب الصهيوني مستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أم هناك حتكون ضغوطات من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة؟ يا سيدي، عراب الكفر واحد. بالأمس شاهدنا بايدن في أحضان نتنياهو. نعم. وكيف كانت اللقاءات؟ المواقف المخزية للعرب وما رأيناه من إنهاء الاجتماع أو إلغاء الاجتماع المقرر بين ملك الأردن ورئيس مصر ورئيس ما يسمى دولة فلسطين مع المجرم بايدن، أظهره هو في الحفاوة الكبرى التي تلقاها من قبل المغتصبين اليهود الإسرائيليين. نعم. هذا الأمر يشير أن ثمة مؤامرات تحاك وتدبر في ليل على هذه الشعوب المقهورة والمظلومة. لكن كما قلت لك، نحن نؤمن كشعوب مقاومة ونثق بقيادات المقاومة التي تحضر أيضا ليلا نهارا من أجل الثأر، لأننا نؤمن أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة. وهذا الكيان الغاصب والإسرائيليون كما قال سيد المقاومة هم أوهن من بيت العنكبوت، فهم إلى زوال بإذن الله. لكن علينا نحن اليوم وليس غدا أن نعبئ الشارع العربي المسلم، نعبئه بكل طاقاتنا نصرة لفلسطين ونصرة إلى أهالي غزة هاشم، لأننا ندرك أن الله معنا ومن كان الله معه فلا خوف عليه إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. طبعا أحبة المشاهدين، يعني كل التحية والشكر للأستاذ أنس الشامي المحلل السياسي من سوريا. طبعا ممكن اليوم احنا نغطي صار لنا هاي الايام المستمرين احنا بيها، ولكن حقيقة اليوم انه كل التضامن من خلال قناة الايام الفضائية والعاملين في قناة الايام الفضائية مع كل الكوادر الصحفية في فلسطين، يعني دا يتعرضون الى امور قتل وصلت الى مرحلة. يعني خلي اليوم نسمعكم، يعني عندي فيديو من احد مراسلين القنوات الفضائية، هو بالاثناء دا يغطي مباشر وصل لفت خبر معين. خلي نسمع هذا الشيء ثواني.
يعني أنا صراحة هناك أنا الآن يعني صراحة في حدث معي قبل قليل أنه تم استهداف الجمعية هذه في رفح، كانت بالقرب من أسرتي وأتابع معهم، يعني أحاول الاتصال بهم لا يوجد اتصال، فيعني هناك حالة من التطور التوتر، لكن على أي حال أتابع معك زميلي لسماع هذه الأخبار أحمد وقلوبنا معك. لا لا لا. يعني تخيل السهاني بهذه الأحداث، ولما أطلع مباشر وأتكلم اليوم بقضية معينة يوصل لي خبر وانا على المباشر أنه عائلتك قصفت أو أحد أفراد عائلتك استشهد. هذا اليوم مشهد من مشاهد الغدر الصهيوني، مشهد من مشاهد المجازر المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية اللي تدعي أنه هي دولة السلام، دولة الديمقراطية، دولة يعني هذه الأمور، دولة العادلة، وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اللي يتكلم بهذه اللغة دائما، ينتقد كوريا الشمالية، ينتقد إيران، ينتقد الدول العربية، ينتقد دول أخرى بموضوع مجال حقوق الإنسان. ليش دا يموتون ودا يستشهدون بغزة؟ شنو بنظركم؟ شنو إلى الآن نتذكر لما صارت قضية أوكرانيا، يقول للمراسل، مراسل أحدى القنوات الأمريكية يتكلم بهذه الطريقة، يقول المشكلة اليوم إحنا دا نشاهد إنه ناس بيض مسيحيين قاعد يقتلون، إحنا هاي ما متعودين عليها، مع احترامنا للديانة المسيحية عندهم الأبيض أهم من الأسود، أهم من الأسمر، عندهم المسيحي أو اليهودي أهم من المسلم. شنو فرقكم عن هتلر لما سوى معايير لليوم وقائمة العرق الألماني أولاً وبالأخير اليهود والقردة قبل اليهود؟ شنو فرقكم عن هتلر؟ على شنو تتكلمون عن النازية؟ على شنو تتكلمون عن الفاشية؟ أنتوا أقدر من النازية والفاشية، أنتوا أقدر من النازية. نعود مع الدكتور عبد الله، دكتور عبد الله رشيد، نتكلم عن الوضع الإنساني بعد، يعني بعد زيارة بايدن حبوا أن اليوم الإعلام الغربي والولايات المتحدة تعطي هذا الإنجاز إلى بايدن، تعرف انتخابات جاية وعدة أزمة واستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية لبايدن منخفضة بعض الشيء، يقول لك أنه بعد زيارة بايدن سنفتح الممرات الإنسانية. شنو شو تفسرها؟ أكيد أنه جميع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية من أعلى الهرم إلى أدناها يتحدثون منذ هذه الهجمة عن مساعدات غير مشروطة إلى إسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها وما شابه. فهناك الكثير من المتغيرات تقف وراء هذا الدعم، أبرزها هو مصلحة شخصية إلى مصلحة بايدن، مصلحة شخصية إلى بايدن ومتمثلة بمصلحة سياسية، كونه على يعاني من تراجع في استطلاعات الرأي في الانتخابات القادمة. هذا يجعل أنه دعم إسرائيل بهذه الطريقة، وعلى الرغم من ما ترتكبه من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل، قد يؤثر عليه إيجابا في الانتخابات المقبلة. احنا نعلم والجميع يعلم أن تأثير اللوب الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الإمكانيات المالية والإعلامية التي يمتلكها، فيستطيع التأثير في الانتخابات، في أي انتخابات أمريكية وتحديد مسارها. حسب بعض الإحصائيات توجد أكثر جالية يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر عددها حسب بعض الإحصائيات حوالي 5 ملايين شخص. كذلك يستطيع هذا اللوبي مثل ما ذكرنا أنه تحديد مسار هذه الانتخابات، وبهذا من خلال هذا الدعم الغير مشروط إلى إسرائيل قد يكسب أو يقدم صك غفران إلى إسرائيل من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة. فهذا متغير جدا مهم ومتغير آني يقف وراء هذا الدعم الغير مطلوق غير المطلق.
اكو نقطه كذلك لا يعني لازم انه نبينها حول ازدواجيه المعايير. نعم. ازدواجيه المعايير لم تقتصر على الغرب، حتى على مستوى صناع القرار العرب والاعلام العربي، فاغلب صناع العرب، اغلب صناع القرار في العرب واغلب القنوات العربيه اذا رجعنا للماضي قليلا نجدها وكيف تعاملت مع ما حصل في سوريا في اثناء الحرب الاهليه والنزاعات التي حصلت هناك، فكانت جميع يتباكى على الاوضاع الانسانيه وما حصل في سوريا وما شابه، أضاف إلى الدعم أيضا الغير مقيد والدعم المطلق للمجاميع المسلحة داخل سوريا. نعم. بحجة الدفاع عن النفس، حجة الدفاع عن الثورة السورية والعم من هذه المسميات، بينما نجد أن هذا الدعم يعني حتى عفنا من الدعم المادي، الدعم المعنوي من قبل هذه الأنظمة، من قبل هذا الإعلام غائب جدا على مستوى ما يحصل اليوم في فلسطين. فهذا أيضا هذه النقطة لازم ننتبه لها، أن ازدواجية المعايير لم تقتصر على الغرب وإنما أيضا تشمل الأنظمة العربية. ولكن بشكل مختصر. نعم 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 نعم. يعني دائما أن الوحدات الدولية أو السياسة الخارجية لهذه الدول أو لجميع الدول في النظام الدولي هي تتحرك وفق المبادئ أو وفق مصلحتها السياسية وفق مصالحها الجيوسياسية، وما يتحدثون به عن قيم ومبادئ والقيم الليبرالية وما شابه مجرد شعارات لتحقيق هذه الأجندات لا أكثر ولا أقل. نعم نعم أستاذ عبد الله. أعود مع الأستاذ نجاح محمد علي من لندن. أستاذ نجاح، لأن بقانا الوقت دقيقتين تقريبا، أريد أسألك على سؤال مهم جدا. اليوم المواطن الفلسطيني الغزاوي في حيرة من أمره، اليوم إذا يهاجر ويترك غزة ويذهب حول معبر رفح، هذه منطقته ستحتل من الكيان الصهيوني وممكن يحلمون يعودون إليها بسبب سيطرة الكيان الصهيوني. القرار الآخر أنه إذا بقى في قطاع غزة يتعرض ممكن هو وعائلته إلى القتل. اليوم أنت يا أستاذ نجاح، شنو نصيحتك اليوم للمواطن الغزاوي؟ في الحقيقة من الصعب جدا بمكان أن واحد جالس مثلي هنا في لندن يعطي نصيحة لفلسطيني هو ميت على أي حال، هكذا يقول. يعني أنت ذكرت بعض اللمحات الإنسانية عن الصحفيين، وشوف أيضا الأطباء في المستشفيات صحيح. التي قصفت، وبعضهم قبل أن يقصفوا كانوا يعالجون جرحى مصابين ويكتشفون فجأة أن هؤلاء هذه بنته وهذه أمه وهذه فعلا. زوجته وهذه أخته، أو عوائل كاملة، من أقول عوائل يعني الجد والعمة والخالة والكذا كلهم اجتمعوا في مكان واحد حتى يعني يحافظون على أنفسهم، قتلوا أبيدوا من السجل المدني. هذا مشروع هم، والآن الفلسطينيين عرفوا هذه القصة، يعني عرفوا أن هنالك مشروع كبير، هذا الترانسفير، مشروع نقل الفلسطينيين مو بس من غزة، من غزة يفترض يروحون إلى صحراء سيناء، وهذا مشروع قديم بالمناسبة. نعم. جديد من 2005 و2008 و2013 راح جون كيري وزير الخارجية إلى الرئيس المصري آنذاك محمد المرسي الإخواني. نعم. كاد أن يقبل وفشل المشروع. الضفة الغربية أيضا ينقلون سكان الضفة الغربية إلى الأردن، هذا مشروع كبير، لكنهم الفلسطينيين قالوا يعني يريدون يعيدون لنا مشروع النكبة السابقة 1948، فهم قرروا البقاء. مو أنا أنصحهم، هم قالوا إحنا نبقى لأن إحنا بأي حال من الأحوال إحنا مشاريع موت، فليش ما نموت ونحن واقفون ونحن صامدون ونفشل هذا المشروع. وطبعا لا يستطيع مليون، بس في غزة 2,400,000 نعم أستاذ نجاح فلسطيني، وين يودوهم؟ نعم وين أستاذ نجاح. طبعا أنا أعتقد، ما خلتني أجاوبك، اتفضل السؤال الأول. نعم. الإيرانيين هم منخرطون في هذه المعركة منذ البداية، وكذلك حزب الله، لكن التوقيتات هي بيد محور المقاومة. هنالك غرفة عمليات تجري تنسيقا عالي المستوى، ومن اليمن، وكرر من اليمن، وحتى في العراق
إلى لبنان إلى سوريا الحبيبة الصامدة كلهم، وفي طبعا في أماكن أخرى في العالم، لأنه هو يعرف جيدا هذا الأمريكي والغربي الآن أنه بهذه الممارسات، وجاي تشوف أنت يعني الدبلوماسية الإيرانية النشطة والفعالة لتعرية هذا العالم الغربي الذي ينظر بعين واحدة. نعم. هذا كله سيخلق ردود فعل. بعض الصحف الغربية هنا تكتب تقول احنا نخاف نعود إلى عهد السبعينات، خطف طائرات وخطف دبلوماسيين ورهائن، صح، والعنف يولد العنف. تعال شوف المقالات التي تكتب، التصعيد يولد التصعيد. نعم أستاذ نجاح، عذرا دراسة مفصلة عن التأثيرات، عذرا من حضرتك ولكن وقت البرنامج انتهى. فبالمقابل أعتقد الآن لا يريدون كثيرا التصعيد الكامل خوفا من محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية، لأن الانخراط وسيأتيك من حيث لا تحتسب. نعم، وهذه قاعدة قرآنية. نعم نعم أستاذ نجاح، أعتذر من حضرتك أستاذ، الله من حيث لم يحتسبوا، ولكن من حيث لا يعرفون سيتورطون، لهذا يريدون يحلوها بأي شكل من الأشكال. إن شاء الله من ورطة إلى ورطة إن شاء الله. ولذا تلياه الذي ظهر عاريا. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ نجاح محمد علي، الكاتب والمحلل السياسي عبر السكايب من العاصمة البريطانية لندن. وأيضا نشكر الأستاذ عبر الهاتف الأستاذ أنس الشامي المحلل السياسي من سوريا، وكل التحية والشكر إلى الصديق وزميل الدراسة والحبيب الدكتور عبد الله رشيد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد. شكرا جزيلا. إلى هنا أحبة المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، أو التغطية الخاصة حول موضوع عملية طوفان الأقصى المستمرة منذ عدة أيام، واللي تناقشنا بآخر اليوم المستجدات اللي حقيقة قاعدة تصير على الساحة الإقليمية والدولية. نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.